جمهور الزمالك النهارده مش راضي عن اداء الفريق، شايف ان الفريق ما كانش في حالته او بالقوه يعني، لان طبعا ما دام طنطا لعبت بالمستوى ده وطنطا ما تملكش امكانيات وفنيات لاعبين جامده يعني، فجمهور الزمالك مش راضي عن الاداء. الزمالك خد 3 جون لكن قلقان على الفرقه، الزمالك قلقان على الفرقه جدا 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 بصوره كبيره، وشايف ان النهارده لو الزمالك بيواجه فرقه من فرق الدوري اللي تملك لاعبين اقوى من طنطا كان ممكن الفريق يبقى في موقف حرج، وكان ممكن ما يحققش المكسب، وكان ممكن يواجه نفس مصير مباراه اسوان. فجماهير الزمالك قلقانه جدا جدا على الفرقه، وشايفه ان لازم الاداره تنهي ملف المدرب الاجنبي ده باقصى سرعه باقصى سرعه. وطبعا احنا عندنا معلومه تاكدنا منها ان اداره الزمالك بعتت تذاكر الطيران للارجنتيني كالديرون، وطبعا كالديرون زي ما قلنا هيجي معاه 2 مساعدين، والكلام على 90,000 دولار، بس طبعا مش هنقدر نقول اي حاجه غير لما الراجل يوصل، لما الراجل يجي ويحضر القاهره الوقت هنقدر نتكلم، لكن هو ده الاقرب، والزمالك بعت له تذكره وعرف تواصل معاه في الساعات الاخيره عشان ينهي التعاقد معاه. خلي بالك يعني احنا اعتبره في القاهره، يعني اتبعتت له التذاكر وهو اعتبروه في القاهره، واحنا الحمد لله انفردنا مع الاستاذ علاء وقلنا من اول دقيقه كالديرون الارجنتيني المدير الفني السابق للمملكه العربيه السعوديه هو المدير الفني المنتظر للزمالك، وهو اسم كبير جدا ومدرب كبير، ولكن يحتاج الى وقت ويحتاج الى دعم، فلازم جمهور الزمالك يدعمه، وهو يعني خلال ساعات اعتبروه في القاهره، يعني انا لذلك خدت عنوان كالديرون في القاهره، هي مساله وقت، والتذاكر وصلته واثنين مساعدين معاه و90,000 دولار في الشهر، وطبعا هو رقمه كبير جدا، ولكن رضي بالمبلغ ده بعد ما قيل انه 250,000 دولار، رضي بالمبلغ ده لانه هو ليه 2.5 سنين او من بعد كاس العالم ما اشتغلش، فيريد ان يقدم نفسه من جديد، لانه هو طبعا اسمه في اسيا كبير وفي الخليج كبير، فعايز يعمل تجربه جديده في افريقيا من خلال نادي الزمالك، لان الزمالك اسم كبير فيقدر من خلاله يسوق نفسه، فعلشان كده قبل بالرقم ده، لانه هو كان بياخد اضعافه لما كان مدير فني للمملكه العربيه السعوديه، يعني عنصر انه قاعد في البيت هو اللي فرق في الرقم، بس عشان نوضح الكلام ده يا استاذ علاء. تمام يا استاذ عبد الناصر، تمام. طبعا هنتكلم بقى على خبر رياضي، بعد كده هنتكلم في موضوع دايره متغمر. طبعا حضرتك عارف ان الكابتن ايهاب جلال اعتذر عن استكمال مسيرته مع المقصه، لان جات لي معلومه انه انهى خلاص اتفاقه مع نادي بيراميدز، وممكن يكون المدير الفني لبيراميدز ساعات مقبله. هو طبعا لما نهى اتفاقه نهى علاقته بالمقصه، قال لك بسبب تاخر حقات اللاعبين. اداره المقصه بتقول اللاعبين حاصلين على اكثر من 70% من مستحقاتهم، في نسبه بسيطه بس متاخره هيتم ترفعها، وقال لك احنا قبلنا عدم استمرار ايهاب جلال مع الفريق، اعتذاره يعني على الاستمرار قبلناه، وقال لك ان مشي معاه حمد ابراهيم ومصطفى كمال مدرب حراسه المرمى، وهيتولى الفريق علي عاشور مدرب فريق الشباب، وهيبقى معاه جمال عمر واحمد حسام، دول الجهاز المعاون بتوعه، وهو اللي هيكون في المباريات المقبله في مسابقه الدوري لحد تعيين مدير فني لفريق المقص. وللاسف الشديد في بعض الناس كتبت ان الزمالك بيفاوض، وانا يعني يا جماعه التذاكر راحت لكالدرون وكالدرون في الطريق، يعني الناس اللي كتبت ان ايهاب جلال ممكن يجي الزمالك ولا الكابتن شوبير، انا عايز اسالك السؤال ده قبل ما تروح للموضوع ميت غمر. الكابتن شوبير قال لك كالدرون اللي هو هرب وراح التعاون، وخلينا نقول لفظ هرب لانه فعلا يعني لا يليق انه يمشي بالشكل ده رغم الضغوط ورغم ان احنا محملين مرتضى منصور المسؤوليه، ولكن في النهايه لا يليق انه يترك نادي كبير زي الزمالك بالشكل ده. الكابتن شوبير امبارح قال لك احتمال يرجع تاني، يعني الموضوع مستبعد، وانا بستغرب الكابتن شوبير كتبه ازاي يعني. والله هو الكابتن شوبير حر يعني، طبعا هو طبعا مستبعد طبعا، بس انا مختلف معاك في كلمه هرب، هو ما هربش، هو راجل بمنتهى الاحترافيه بمنتهى الادب، لان في عقوبات بتتفرض على اللعيبه دون الرجوع اليه، طلب رفع العقوبات دي ما تمش الاستجابه ليه، راجل ليه شهر ونص متاخر من مرتبه، اداهم الشرط الجزائي بتاعهم ومشي، انا شايفه ما هربش خالص، بالعكس اتعامل باحتراف وتعامل بطريقه كويسه مع اداره نادي ما احترمتوش، ما احترمتش انجازاته اللي حققها، ما احترمتش علاقته باللعيبه، صغرته قدام اللعيبه، ما احترمتش حقوقه الماليه، اتاخرت على منح حقوقه الماليه.
انا شايفه انه ما هربش خالص، وضد كلمه انه هرب. كارتيرون لم يهرب، كارتيرون لقى اداره غير محترفه، اداره عملته بسوء، اداره حاولت تكسر صورته قدام اللعيبه بتاعته، انسحب بهدوء ورمى لهم الشرط الجزائي على الترابيزه وقال لهم مع السلامه. كارتيرون مع احترام لحضرتك ما هربش. طيب نروح لميت غمر. نروح ميت غمر، رئيس الزمالك، عمل فيلم هابط كده في الساعات الاخيره. خلى مجموعه من الشباب اللي هم بيلعبوا رياضه في مركز شباب ميت غمر يروحوا له ويطالبوه بالترشح عن دايره ميت غمر واتميده، وان هم عايزينه وان الشباب عايزينه. وطبعا اللافته دي نالت استياء اهالي كلهم، دول بيعبروا عن نفسهم ما بيعبروش عن اهالي ميت غمر خالص، وشايفين ان الفيلم ده باتفاق من رئيس الزمالك واتباعه ومؤيدينه اللي هم قريبين منه في دائره ميت غمر، هم اللي عاملين الفيلم الهابط ده. فطبعا الموضوع ده اتقابل باستياء واستهجان شديد جدا، لان فيلم قديم وفيلم حمضان بالبلدي كده اتهدف يعني 100 مره واتصور بتاع 10,000 مره وسقط يجي مليون مره. ده مشهد. في حاجه تانية، رئيس الزمالك بلغ قرارات الاهلي وبلغ كل اللي شغالين في النادي محدش يسيء لكابتن محمود الخطيب، علشان عايز يكسب ود اهل الاهلاويه في انتخابات البرلمان من ابناء ميت غمر. كل الاساءات اللي اساءها للخطيب وتطاوله على كابتن محمود الخطيب والكابتن سيد عبد الحفيظ، لدرجه ان النائب العام والنيابه العامه خرجت جواب رسمي قالت له يا كذاب يا كذاب، قالت ان مرتضى احمد منصور كذاب لما اتهم الكابتن خطيب انه خد هدايا وساعات وان في مليون و800,000 دولار قاعد يساله فيهم. النيابه قالت له مفيش الكلام اللي انت بتقوله ده يا كذاب، وقالت ان مرتضى احمد منصور كذاب جاي يقول لقناه الزمالك والعاملين في النادي واتباعه في ميت غمر ان ما حدش يسيء لكابتن محمود الخطيب وما حدش يتكلم عليه بصوره وحشه ويقولوا عليه ان هو اسطوره الكره المصريه. يا سلام، بقالك سنين بتتطور على الخطيب وفي شهر الانتخابات بقى الخطيب ده اسطوره وبقى حاجه جميله وراجل زي الفل وراجل زي العسل، علشان قال بتستعطف في الاهلاويه اللي موجودين في ميت غمر عشان قال يدوك صوته في الانتخابات. طبعا يعني ده مشهد غريب بيستخف بعقول الناس، حقيقي بيستخف بعقول في عندنا حاجه تاني مهمه. طبعا كنت انت حضرتك اشرت وقلت ان رئيس الزمالك هيسافر الجمعه ميت غمر علشان يقدم اوراقه يوم السبت اخر يوم، وطبعا زي ما انت اشرت امبارح ان هو جاب العمال والموظفين بتوع نادي الزمالك اليوم علاقه بمحافظه الدقهليه واللي من محافظه الدقهليه كلها مش من دايره ميت غمر واتميده بس، عمل لهم الانصراف والحضور هناك في ميت غمر وان هم يكونوا معاه وهو بيقدم اوراق ترشحه كبس رساله الراي العام يعني الناس بتأيده وبتاع. وطبعا دي رساله مغلوطه خالص بعيده عن الواقع بصوره كبيره. عندنا خبر خاص بالاستاذ محسن حافظ المحامي، واللي هو طبعا قرقرت في تصريحات ناريه ضد رئيس الزمالك واتكلم على مراحل كتيره جدا مع رئيس الزمالك، وهو اللي كشف خدعه السفير الاسرائيلي لما قعد رئيس الزمالك يتوهم ويقول لك انا اللي اعتديت على رئيس السفير على السفير عفوا السفير الاسرائيلي، انا اللي اعتديت على السفير الاسرائيلي في المحكمه وده ما حصلش. الاستاذ محسن حافظ المحامي طبعا اللي كشف الاكاذيب دي وقال لك ما حصلش والسفير ما كانش سفير اسرائيل اصلا ما كانش موجود في المحكمه ايام قضيه عزام عزام، وقال لك ان رئيس الزمالك ده بيهجص وبيقول اي كلام، وكشف وقائع كتيره جدا رئيس الزمالك كان بيهجص فيها لما قال لك انا اللي ضربت زكي بدر وزير الداخليه السابق. الاستاذ محسن قال لك ده راجل هجاص وكذاب ولا شاف زكي بدر ولا راح ناحيته ولا اي حاجه، ده كانت فنانه صباح في فرح. قال لك الناس مع اصحاب الفرح قالوا حضور الوزير زكي ده بس قال كلمه زكي قال لك اتشال كده مرابعه وتربعه بره اللي كان فيها الفرح، ولا شفنا زكي بدر ولا رحنا ناحيته. طبعا الزمالك قعد يهجس ويقول لك انا ضربت زكي بدر ولا انت عارف ايه، يتوهم بطوله وهميه وبيعيش فيها. المهم الاستاذ محسن حافظ اللي كشفه خد قرار الترشح على دايره الساحل مستقل الدايره الاولى قسم الساحل، خلاص هيقدم اوراقه يوم السبت برضه، والراجل بلغنا بالخبر ده فاحنا برضه قلنا نقوله في خلال جولتنا عن انتخابات البرلمان. تمام، هي دي بس مجموعه الاخبار اللي معانا النهارده يا استاذ عبد الفتاح. وما زلنا بنؤكد الامانه لاهالي ميت غمر من مصر كلها، انتم على عاتقكم امانه كالجبل، وردوا عمليا على اللي قال مصر ما فيهاش رجاله. شكرا جزيلا يا استاذ علاء. شكرا استاذ عبد الفتاح. طيب عندي قبل ما اروح للنادي الاهلي واجيب لكم كمان كلام ياسر عبد الرؤوف اللي قال الهدف الثالث بتاع طنطا في قلب قناه الزمالك هدف ظالم وغير صحيح،
عايز بس اروح لخبر مهم جدا.